السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا جدا اسمه لوك اكس اي اي. عبارة عن ايه؟ ان انت بتديله سكتش او بتديله برومت ويبدأ ان هو يحوله لك لصورة جميلة زي اللي انت شايفها دي. واي صورة من دول بتعجبك بتقف عليها بيبدأ يديك التكست او البرومت اللي اتعمل بيه الصورة ديت عشان تستفاد منها، تمام؟ فبيقول لك البرومت اهوت، فتقدر ان انت تعمل سيلكت، وهو بيديك طريقة سهلة تقدر تكتب بيها البرومت وتكتب بيها اللي انت عايزه. طيب خلينا نقول له مثلا start creation. بلاقي عندي حاجتين، الريندر مود والاكسبلور مود، تمام. فبيقول لك بقى الديزاين فيلد، هل انت عايز تعمل اركتكتشر ولا عايز تعمل انتريور؟ طيب الانبوت ايمج 3 دي ماسنج ولا هاند سكتش؟ ممكن تختار مثلا هاند سكتش، دي الصورة اللي هتدخلها الانبوت، تمام. اخترت انا صورة مثلا زي كده، تمام. طيب البرومت اللي انت عايزها، طيب انا بقى مش عارف اكتب ايه البرومت، فبقول له هنا سيلكت، فبيقول لي بقى عايز تختار البرسبكتيف، تمام. كتبها، يعني انا ما اضطرتش ان اكتب حاجة، ريزيدنشال، عايز تعمل الاكستيريور ستايل اللي انت عايزه، تبدأ تختار الستايل، المصممين، تمام. تقدر بقى تختار اللي انت عايزه، كوربوزيه مثلا ما فيش مشكلة. عندك ايه تاني؟ الاكستيريور ماتيريال، ممكن تقول مثلا عايزها ماربل، طبعا هو اكيد في اكتر من اكستيريور ماتيريال. الفساد عايزها بأنهي شكل، تمام. وبعد كده البيس ايمج اللي انت هتبدا ان انت تعمل عليها، يعني لما اقول له ستارت كرييشن هيقول لا انت لازم تديني صوره ابني من عليها. ممكن الصوره ديت تكون مجرد رسم مكعب، يعني السكتش اب بقاله فتره ما اتفعلش، افعله واوريك ان انت ترسم ابسط صوره على السكتش اب وتقول له اعملها لي دي الصوره، فمفيش اي مشكله خالص. زائد ان هو موجود هنا بلجن للسكتش اب، فتقدر تسطبه جوه السكتش اب. ممكن تفتح السكتش اب وتقول له انا عايز اسطب بلجن وتسطبه، وكذلك الراينو. طيب خلينا نقول له عايزين من الداونلود كده صوره تكون سكتش خفيفه، ممكن نختار ديت او حتى ابسط منها، يعني ابسط سكتش ممكن تلاقيه هو يبدا يحوله لك لتحفه جماليه. طيب خلينا نختار اللي احنا شفناه من شويه ديت وخلاص، اقول له اوبن، هيبدا بقى يحمل الصوره ديت. انا حملت صوره تانية، قال لي الريزوليوشن قليل، فانا حملت صوره تكون الريزوليوشن عالي. طيب ستايل ريفرنس ايمج يعني ايه؟ يعني انا بعتمد على صوره تانية، اقول له خد من الصوره دي مثلا البرسبكتيف او خد منها حاجه معينه. خلينا نرفع صوره، لكن هي الاساس البيس ايمج، ممكن تشتغل بالبيس ايمج بس، تمام. ممكن ناخد حتى الصوره اللي هي ايه كان معترض عليها دي، او ممكن ناخد حتى الصوره دي، هو هياخد منها الفكرة معينة، تمام. بس دي الصورة الأصلية اللي هشتغل عليها، تمام. دي ريفرنس بس، ممكن ناخد منها إضاءة، ممكن ناخد منها. طيب مور سيتنج، ممكن نقول له احنا عايزين كام صورة، تمام، وأقول له ستارت كرييشن. هو بيديك 100 نقطة، أنا كنت بجرب قبل ما أسجل الفيديو فبقوا إيه 78 هم، كل مرة كل صورة بنقطة. دي صور كنت جربتها زمان، خلينا بقى نشوف الصورة اللي تطلع دلوقتي. بدأت تطلع هي أول صورة، تاني صورة بدأت تطلع برضو. كل صورة من دول تقدر انت تكبرها، تقدر انت تعدل فيها، تقدر انت تعمل لها إيديت، تقدر تعمل لها تستخدمها كريفرنس ايمج. طيب انا هغيره ديت. طيب هي الصور تقريبا قريبة من بعض، في اختلافات اكيد بس قريبة من بعض، فهخليهم صورتين بدل اربعة عشان الرصيد ما يخلص. وهاجي هنا، تمام، وهقول له مثلا عايز حاجة زي حديد مثلا، تمام. ونقدر نيجي من هنا نقول له احنا عايزين نغير في ال، ممكن نقول له البرومت هنا، ممكن نقول له مثلا احنا عايزين نعدل بقى الحاجات اللي اخترناها المرة اللي فاتت، انت مجرد تعمل سيلكت هو بيبدا ان هو ايه يضيفهم لك.
الانفايرمنت ممكن سايد وول مثلا، او خليها بول، ممكن نجرب مثلا لايت ديتيل. الويزر عايزة مثلا بالليل او بالنهار او كده، وبعد كده اقول له ايه ستارت كريشن. فعمل لنا صور بالشكل دوت، تمام. خلي بالك هو خلى المكان اللي هنا دوت خلاه عبارة عن مياه، تمام. فدي كانت فكرة حلوة، ليه؟ لأن احنا غيرنا في الخصائص وقلنا احنا عايزين ووتر هنا، فهو بيبدأ يكبر لي الصورة دي. أنا دوست عليها عشان يكبرها لنا، ونبدأ نشوف التكست اللي احنا مكتوب. بص الصورة الجميلة ديت، تمام. طيب تعال نشوف الصورة التانية. يستاهل إن احنا نقول له 4 صور مش 2 بقى. بص بقى عمل حاجة جميلة بالشكل دوت، تمام. فسبحان الله. أنا يعني هنروح فين بعد كده مش عارف، تمام. فمجرد ان احنا غيرنا بس التكست بدأ يجيب لنا حاجات مختلفة تماما. تقدر بقى تعمل لها شير، تقدر ان انت تعمل لها ايديت مثلا. هو الايديت بتاعه معتمد برضه على الذكاء الاصطناعي، فالايديت بتاعه مش ايديت عادي، لا انت مثلا عايز تمسح حاجة هو بيبقى فاهم الليارات، تمام. مثلا عايز تعدل حاجة معينة، فبتبقى دقيق جدا في الحاجة اللي انت عايز تعدلها، وقول له مثلا عايز اضيف حاجة هنا مثلا، تمام. طيب انت عايز تضيف ايه هنا مثلا؟ هتيجي هنا تقول له ضيف لي بوت. طيب تعالى نكبر الصورة ديت، ونقول له احنا عايزين نعمل لها ايديت ونعدل فيها جزء معين. اي جزء احنا عايزين نختاره مثلا، يعني ممكن نختار هنا مثلا ونرسم حاجة معينة. كل اللي احنا نعمله ان احنا هنبدأ نختار تولز مثلا من اللي هي فري ابلكيشن، ونبدأ نقول له مثلا احنا عايزين الجزء ده. شوف بقى انت عايز تحط ايه هنا، مثلا عايز تحط فيل، عايز تحط ايه الحاجة اللي انت عايز تحطها هنا، هو يبدأ ان هو يرسمها لك. ماشي تمام. يعني انا ممكن اقول له مثلا كور مثلا، يبدأ هو يبدأ يعدل لي على الصورة. فنلاقي ان هو هنا جهز لي، ضاف لي في ممر هنا وحط فيه بعض العربيات، كان هنا الشجر اكتر. فهي دي الفكرة، ان انت ممكن جزء معين عملت له رندر، وبعد ما عملت له رندر حس ان انت عايز تغير الجزء ده، فتعمل له رندر من اول جديد. ولا ممكن الاقي حل بالذكاء الاصطناعي، وده بقت موجودة في برامج كتيرة جدا، ممكن تعمل سيلكت عليه جزء وتقول له عدله لي. ممكن تعدل لون، ممكن تعدل الماتيريال، ممكن تعدل. تخيلوا ان الصور دي كلها احنا عملناها مجرد احنا كتبنا تكست من غير اي حاجه خالص. طيب تعالى نشوف البلاجنز، وان شاء الله في الدروس اللي جايه هناخد امثله عمليه برامج زي الراينو او السكتش اب نبدا نعمله. بص هو هنا موجود في جوه السكتش اب، وتقدر تعمل سيرش وتضيفه يضاف معاك، واي حاجه ترسمها هو يبدا يعمل لها الشغل بتاعها، تمام. في السكتش اب وكذلك في الراينو، وطبعا كل ده هيتضاف للريفت و3 دي ماكس وهكذا.